طيب مساء وأهلا بكم. 4 أيام وتطوى صفحة 20 وسيبقى 2000 عددا للمشاكل التي يعانيها لبنان والتي لا تحل إلا بحكومة أولا وباقتصاد قائم على الإصلاح والمساعدات ثانيا وباستخراج الغاز البحري ثالثا وبتأكيد حيادية لبنان رابعا. وتبقى الكورونا إلى السنة الجديدة قائمة متربصة واسعة الانتشار في ظل سعي وزارة الصحة إلى اتفاق مع شركات إنتاج اللقاحات. وعلى الصعيد الحكومي عودة الاتصالات والتحركات مرتقبة بعد رأس السنة عقب عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، ولقد نفت أوساط رئاسية أن يكون الرئيس عون قد طالب بتوزير أحد، وقالت إنه طلب إسقاط الحقائب على الطوائف بعدالة. وفي رسالة واضحة إلى أهل الربط والحل في التأليف، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوفيتش قال يبدو أن القادة السياسيين ينتظرون الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن هذا لبنان وليس الولايات المتحدة. وفيما لفت السيد نصر الله إلى تعاون إيجابي مع الرئيس الحريري، حمل الزعيم وليد جنبلاط الرئيسين عون والحريري والسيد نصر الله مسؤولية تأخير تأليف الحكومة. وفي شأن آخر، يبدو أن مهمة القاضي صوان قد أسقطت في وقت سأله جنبلاط لماذا التركيز على رؤساء الحكومات دون شمول التحقيقات في مسألة انفجار المرفأ رئيس الجمهورية. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى أننا لازلنا حتى اللحظة في الأفق المسدود حكوميا، محملا المسؤولية للقوى السياسية حزب الله الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. وفي حديث للأنباء الإلكترونية قال نحن من القوى السياسية، لكن كم نملك من تأثير على قوى مركزية أخرى؟ كم نملك من التأثير على التيار الوطني الحر أو حزب الله أو الحريري؟ لا شيء، حصرنا في الدائرة المذهبية الصغيرة، وقالوا لنا تفضلوا بيطلع لكم وزارتي الخارجية والزراعة. حتى الآن أنا إيجابي، ليش إيجابي؟ لأنه بعد في أمل، أقول بعد في أمل، ويعني بعد شوية راح ينفقد الأمل، أن تستطيع فرنسا وما تملك بأن تفتح الأبواب، إذا تشكلت حكومة مقبولة في لبنان، أن تفتح الأبواب للتفاوض مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لنباشر بعملية إصلاح. بحمل المسؤولية لهالقوى الأساسية صحيح، لأنه يعني ما ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي. هلأ صار في أخطاء من قبل الحريري أنه يريد أن يفرض على ميشيل عون أسماء معينة، في خلاف الأسماء، هذا بالظاهر، في خلاف الأسماء فيما يتعلق وفي خلاف حول الوزارات، لأنه الشيخ سعد بالأساس يعني فكر أن تشكيل وزارة سهل، وحتى فكر بأنه يستطيع أن يأتي باختصاصيين بلبنان. بدك اختصاصي وقادر على أن يفرض كمان رأيه السياسي، مثلا وزارة الطاقة. طيب بنجيب اختصاصي بدون ما ننظف وزارة الطاقة من رواسب جبران باسيل ومن أتبع منه فيما يتعلق بصفقات الفيول وصفقات هذه السفن التركية. لا، بدك واحد يعرف يفرض حاله. نفس الشيء بالعدلية، نفس الشيء بالداخلية. ورأى أن إيران متمثلة بحزب الله في لبنان تنتظر استلام الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للتفاوض على الملف اللبناني والصواريخ والعراق وسوريا واليمن. هم مرتاحون في وقتهم وينتظرون التفاوض، وفي الأثناء نرى كيف يستفيدون من الفراغ في لبنان. ومن يركب أجهزة ATM في مناطقه تمكن من سحب مبلغ يصل إلى حدود $5,000 نقداً، والمواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف ويتشرشح. وفي ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، طالب جنبلاط بالتحقيق مع الجميع. ما حدا بده تحقيق أولاً من كل الدولة، نحن الوحيدين بدنا تحقيق مع المواطن العادي. وكانت مؤسفة جداً يعني عندما هذا القاضي صوان، خلينا نعطي بالأول نحترم القضاء، وهو ما تبقى نحترم القضاء ونقول طيب طلب
التحقيق مع رؤساء الوزارات. طيب ليش حصلت رؤساء الوزارات ولم يطلب التحقيق برئيس الجمهورية؟ ملغومة. حتى هذا الأمر لم يكن، يعني كانت ردة فعل سعد الحريري بغير محلة، بأنه أتى عند شو اسمه عند حسان دياب وتضامن معه من موقع طبعا رئاسة الوزارة، ومن موقع إذا بدي أقول إثارة العصبية المذهبية. وتابع جملات القاضي صوان: وصل إلى أفق مسدود، وقالوا حسب الدستور هناك هيئة معينة في مجلس النواب هي التي تحاكم الرؤساء والوزراء، ولكن جميعهم سيتفادى التحقيق لأنه قد يطال أقرب الناس لبعض كبار المسؤولين. ملف تفجير مرفأ بيروت يتشتت بين المراوغة السياسية والمسار القضائي، فيما أهالي الضحايا هم كبش المحرقة. هل يبقى ملف انفجار المرفأ بعهدة القاضي فادي صوان؟ انتهت الاثنين فترة تعليق التحقيق الذي بدأه المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، بعد ادعائه على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وغازي زعيتر. وينتظر القرار الذي ستتخذه محكمة التمييز في شأن طلب النائبين المطلوبين للعدالة حسن خليل وزعيتر إليها عبر وكلائهما لنقل الدعوى من المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان إلى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع والتشكيك في حياديته. وقد دفعت هذه الخطوة القاضي صوان إلى وقف التعقبات بحق المدعى عليهم بانتظار بت محكمة التمييز في دعوى كف يده. الجدير ذكره أن الاثنين أيضا تنتهي مهلة الأيام العشرة التي يجب خلالها أن تقدم الأطراف أجوبة على طلب نقل القضية من يد صوان، غير أنها لم تبادر كلها بعد إلى تقديم أجوبتها، ولذلك لم تبدأ محكمة التمييز بعد بدرس الملف لبت موقفها سلبا أم إيجابا. لما كان من الثابت أنه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون أصول محاكمات جزائية لم يكن يفترض على الرئيس صوان على الإطلاق وقف التحقيقات وسير الإجراءات نظرا لوضوح النص، سيما وأن الفقرة الأخيرة تنص على أنه مجرد تقديم طلب الرد لا يعني وقف الإجراءات إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك. أما وقد اختار الرئيس صوان منح نفسه مهلة 10 أيام، ومع انقضاء مهلة 10 أيام يقتضي على الرئيس صوان العمل على إعادة السير واستئناف السير بالتحقيقات من حيث توقفت، إن كان لجهة الاستجوابات أو إجراء المقابلات أو المواجهات أو إصدار المذكرات على أنواعها، مع الإشارة إلى أن القانون لم يحدد مهلة زمنية لمحكمة التمييز للبت بهذا الطلب، إنما فرض آلية ملخصها أن يصار إلى إبلاغ طلب الرد من كافة الفرقاء المدعين والمدعى عليهم للجواب عليه ضمن مهلة 10 أيام، ومع انقضاء مهلة 10 أيام يصبح باستطاعة محكمة التمييز البت بهذا الطلب إيجابا أم سلبا. في حال حكمت بعدم قبول الطلب وبرده شكلا وإلا أساسا، عندئذ تلقائيا يستمر الرئيس صوان بمهامه كالعادة، فضلا عن إمكانية فرض غرامة وتعويض لمصلحة القاضي المعني بحال طلب ذلك. أما وبحال إصدار القرار بقبول هذا الرد شكلا وأساسا وبالتالي كف يد الرئيس صوان عن التحقيقات، عندها وعمل بأحكام المادة 360 من قانون أصول محاكمات جزائية، يقترح وزير العدل اسم قاضي آخر يعرض على مجلس القضاء الأعلى ويجب أن يحوز على موافقته. بالتالي التعيين لمحقق عدلي جديد يفترض عليه أن يبدأ باقتراح من وزير العدل بموافقة القاضي المعني، ومن ثم موافقة مجلس القضاء الأعلى، عندها يكون لدينا قاضي تحقيق أو محقق عدلي جديد لمتابعة سير الإجراءات من حيث توقفت. مع المراوغة السياسية في ملف تفجير المرفأ وقذفه في دهاليز الضياع واللفلفة، يبقى القضاء خشبة خلاص لأهالي الضحايا، لعل مع انفراج خيوط الحقيقة تبلسم جراحهم. إلى ملف كورونا، وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 1594 إصابة جديدة و15 حالة وفاة في الغضون. لقاح فايزر يصل إلى لبنان في شباط المقبل بعد موافقة السلطات الرسمية اللبنانية.
ما بين معارض وموال للقاح كوفيد 19. التفشي المجتمعي مستمر لوباء كورونا ولسلالته المتحورة، ما دفع بمعظم الدول لاعتماد لقاح فايزر بيونتك. إذن هذا اللقاح سلك طريقه دوليا للحد من انتشار الوباء العالمي رغم آثاره الجانبية المحدودة، ولبنان من بين الدول التي حجزت حصتها والتي ستصل مبدئيا ما بين 7 إلى 15 من شباط المقبل. القرار الرسمي اتخذ بعد حصول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من رئيس الجمهورية ميشيل عون على إذن التفاوض لتأمين لقاح فايزر، ما يعني أن الدولة اللبنانية ستؤمن اللقاح مجانا للطبقات والفئات المستهدفة وفق المعايير الطبية العالمية. بالنسبة للكمية اللي انحجزت عبر فايزر هي 15% تقريبا من عدد القاطنين على الأرض اللبنانية، يعني نحن عم نحكي بحوالي 2.2 مليون جرعة، يعني عم نحكي بتغطي 1 مليون مواطن. كمان عملنا عقد سابقا مع منصة كوفاكس لتغطية 20% من المجتمع اللبناني، عم نحكي عملها 1.8 مليون لقاح. إذن مع اللي تأمن لهلا من مناعة مجتمعية تدرجية، يعني المصابين واللي صار عندهم مناعة بحدود 15 أو 17 وقد تصل إلى 20% بحلول الربيع المقبل. إذا منكون ما مجموعه بين 50 و60% من المجتمع اللبناني إذا تأمن لقاح فايزر، أكيد إن شاء الله تأمن كوفاكس لاحقا، مع ما العدد التراكمي من الإصابات اللي عملت مناعة مجتمعية منكون وصلنا ل 50-60%، وهذا الأمر جيد كفيل بضمان حماية المجتمع لإعادة العجلة الاقتصادية ودورة الحياة الضرورية لنرجع ننهض ببلدنا وبمجتمعنا. لقاح فايزر يغطي أيضا الطفرة الجديدة من كورونا، ما يعني أن لا داعي للتفتيش عن لقاح جديد. هذا وشكلت الدولة اللبنانية لجنة وطنية لإدارة لقاح كورونا خاصة بفايزر برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري، تهدف إلى وضع آلية لضمان وصول اللقاح بفاعلية إلى مراكز التلقيح المعتمدة وسط مواكبة أمنية وعسكرية حفاظاً على صحة المواطن. اللقاح يتصدر اهتمامات اللبنانيين في ظل الحيرة من أثاره الجانبية، فما هو رأي الشارع؟ نبيل الرفاعي. ما زالت جائحة كورونا تتصدر المشهد العام في كل أنحاء العالم، وضج العالم مؤخرا بالسلالة الجديدة كما باللقاحات التي تم البدء في استخدامها في عدد من دول العالم ومن بينها عدد من الدول العربية. اللقاح فايزر سيصل قريبا إلى لبنان. البعض من المعنيين والأطباء والمختصين شجع اللبنانيين على أخذه، والبعض الآخر امتنع في وقت يتم البحث في الإجراءات المتعلقة مع الشركة للحصول عليه. فما هو رأي المواطن اللبناني في هذا اللقاح؟ وهل سيأخذه أم سيمتنع؟ لا. ليه؟ لأنه بعده بأول فيز. صراحة بعد مش عارفين. يمكن ناخذ يمكن لا. بس يمكن لا. إذا بينفع بعد ما لا بعده ما بين إذا فيه سايد إفكتس. هاخده. إذا موجود هاخده. مجانا. أنا مش من لبنان بس يعني أنا مقرر إنه ما أخذه مبدئيا يعني. ليش؟ والله. ما بحس يعني انه فد شيء جديد صاير، ما بخاف منه. انا سوري بس انا من هولندا. نعم. بهولندا بلشت تاخذ اللقاحات؟ ببلش بالستة جانيوري. هتقطع على تجربه اللقاح؟ ايه. لقاح فايزر انا مضطر اخده بس ما بشتغل هون، بعتقد الكل لازم ياخده كمان. انا ببدا برئيس الجمهوريه اللي اعلن انه ما راح ياخذ اللقاح. إذا أنه رئيس جمهورية لبنان ما عنده ثقة باللقاح اللي رح يجي على لبنان، كيف نحن بده يكون عنا ثقة تناخده؟ هلأ علمياً الأطباء عم بيطمنوا أنه بهذا الموضوع أنه عن جد، بعدين في عدة لقاحات يعني في عدة جهات، فمش معروف بعد ضمن التجارب أي لقاح رح يكون الأنجح. أنا لا أكيد. ليه لا؟ بعد أن أتأكد. أتأكد. في دعوة من الدكتور بزري أنه تكون التجارب الأولى على السياسيين اليوم كمواطن لبناني، تدعي السياسيين يكون هن المبادرين الأول؟ يكون هن القدوة لنا، ليش لا؟ لا كورونا؟ لا. ليه؟ يعني بعد جديد نزل وبده وقت دغري، مستحيل يضبط معه من أول مرة، بعدين يجربه ويشوفوا عوارض ويشوفوا مشاكله،
بعدين بصيروا يحسنوا فيه مثل اي برودكت تنزل. انا لا ما راح اخذها. الحمد لله مناعتي قويه، عم باخذ ادويه والحمد لله ما ضروري اخذه. في كتير سبيكيوليشنز انه بخصوص المضاعفات الجانبيه تاعه فيروس كورونا، انه السيرفايفر ليت تاعه 99.9. ما بحس محرز اخذ له فاكسان وما اعرف شو ممكن يعمل لي، بينما اذا انصبت بالكورونا كوني بهيدا العمر وصحتي جيده يمكن انه حتقطع على عاديه، بس الفاكسان هيك كتير ميستيريوس وما بنعرف بالضبط شو مكوناته شو ممكن يعملنا. سو I'd rather have كورونا than اخذ الفاكسين. انقسم الشارع اللبناني حول لقاح فايزر بين مؤيد ومعارض، لكن المعضلة الأكبر هي في وطن يعاني أزمة اقتصادية كبيرة وسياسية حادة اشتدت عليه الأزمة الصحية والتي تعتبر أولوية لدى المواطن اللبناني في ظل ضياع المعنيين، وتبقى العبرة في الخواتيم. من شارع الحمراء، علي المصري، نبيل الرفاعي، تلفزيون لبنان. أعلنت وزارة السياحة عن تصدير 831 محضر ضبط و56 قرار ختم بالشمع الأحمر بحق مؤسسات سياحية مخالفة في الأشهر الأخيرة، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن وزير السياحة بناء على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا. رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن أكد لتلفزيون لبنان أن المطار هو المنفذ الاقتصادي الوحيد للبلد في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، مطمئنا إلى أن أرقام الزوار القادمين إلى لبنان أكثر من المغادرين. كاتيا شائر والتفاصيل. رغم كل المعاناة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، يبقى مطار رفيق الحريري الدولي المنفذ الرئيسي لإنعاش البلد اقتصادياً. فالمطار الذي يعمل بنسبة 20% يشهد حركة ذهاب وإياب اعتيادية مقارنة مع الحركة العالمية في مطارات العالم، ولكن بالأرقام أيضاً ومقارنة مع العام 2019 لم يسجل المطار أي حركة غير اعتيادية وفق رئيس المطار المهندس فادي الحسن. معدل الركاب القادمين عم بيكونوا بشكل يومي إلى مطار رفيق الحريري الدولي من 1-12 عم بيكون من 5000 ل 5500 راكب بالنهار الواحد، اللي هو إذا منقارنه مع شهر 12 ل 2019 منلاقي أنه النسبة تقريبا حوالي 25% من معدل الركاب بشهر 12 ل 2019، اللي هو نسبة جيدة جدا. بالنسبة للركاب المغادرين بشهر 12، قبل شهر 12 كان عم بيكون حركة الركاب المغادرين أكثر من الركاب القادمين، يعني كنا تقريبا بهديك الأشهر باليوم الواحد بالوصول كاننا عم نسجل حوالي 3000 ل 3500 راكب، بالمغادرة كنا عم نعمل 4000 ل 4500، أما هلا بشهر 12 لا، عم بتكون حركة القادمين أكثر من المغادرين، وهالشيء بشكل هذا الشيء بيعتبر طبيعي، لأنه كل الناس اللي بتيجي تقضي الأعياد بلبنان بترجع بتغادر من بعد رأس السنة. الحسن تحدث عن حركة الشحن الناشطة في المطار، مؤكدا أن طائرات الشحن رغم الإقفال تابعت عملها كالمعتاد سواء للتصدير أو الاستيراد. كحركة طائرات شحن يمكن السنة بلاقيها أحسن من السنة الماضية حتى. يعني ايه، لانه بدنا نركز على شغلي انه يمكن اليوم كمان ما ننسى انه في كتير طيارات شحن عم تجي اللي هي تعتبر طيارات مساعدات، منا يعني مش انه بس طيارات شحن اعتيادية تحسبوها ضمن الطائرات الشحن، يعني نحن عم نحكي اكيد هلا بالاخر هيدي حركة اليوم هني هالمساعدات عم تجي بالاخر عم تساعد البلد. وانما اللي بدي اقوله انه نحن المطار بظل هالتشغيل اللي عم يشتغله سواء كركاب قادمين ومغادرين عبر المطار، بالنهاية هيدا الشيء رح يجيب مردود للدولة سواء راكب قادم أو مغادر، في عنا استثمارات بالمطار عم تستفيد من حركة هالركاب، وبالتالي رح نكون في مردود للخزينة. الركاب اللي عم يجوا على البلد عم يجيبوا معهم مصاري فريش ماني، ونحن بنعرف انه اليوم البلد بأمس الحاجة لأي نوع من هالأموال هيدي اللي هي الفريش ماني. برأيي انه المطار عم بيكون هو المنفذ الوحيد اللي بعد عم بيخلي هالعالم شوي تتنفس بالبلد. اما بالنسبة لأسعار التذاكر فأوضح الحسن ان الأسعار انخفضت بعدما ارتفعت جراء استخدام طائرات مخصصة لإجلاء اللبنانيين جراء جائحة كورونا. فهلأ منشوف انه سعر التذاكر انخفض كتير بالمقارنة مع الأشهر الماضية. هلأ بالنسبة لموضوع العمليات، ما اليوم معظم الركاب اللي عم يجوا على البلد اللي عم يشتروا تذاكرهم من برا حكما بدهم يدفعوا بالعملة الأجنبية. هلا اليوم حتى كمان الشركات لو عندها موجودة هون بلبنان، وإنما كل
يعني اذا بدنا نفوت بتفاصيل، ما بالنهايه انه المكاتب السفر بدها تبعت هالاموال للمكاتب الايات اللي هي برات لبنان، وعم تبعتهم بالعمله الاجنبيه، بناخذ بالسعر اللبناني، وانما على بريت محدد. يعني هني بيكون كل شركه بتختلف عن شركتين، في شركات بيبيعوا على 4000، في شركات بيبيعوا على 3000. يعني احنا نوم ما دورنا انه نفوت نحن بهذا الموضوع، ما قلنا سلطة على هذا الموضوع. وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فأمن المطار ملزم بتوصيات اللجنة المعنية بكورونا وبالتوصيات العالمية، من حيث إلزامية التباعد الاجتماعي، وضع الكمامات، توفير المعقمات والنداءات الصوتية التي تذكر المسافر بضرورة توخي الحذر. بالعودة إلى الموضوع المتعلق بكورونا، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سوف يتلقى اللقاح ضد كورونا، وذلك خلافاً لما نشر اليوم في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. مسلسل السرقات باتت حلقاته يومية والأرقام مرعبة، السؤال من يتحمل المسؤولية؟ تحقيق أريش خطار. سيارات ودراجات نارية، منازل، محلات، صيدليات، جزادين، والجديد موتيرات المياه، كلها معرضة للسرقة. موتيرات المياه عم بفكوها، بقصوها بفكوها، وأنا هلأ فرجيك وين فاتوا هاي موتيرات المياه قصوها. فنسبة السرقة ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف، والمخاطر تواجه الأمن الاجتماعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. فالإحصاءات تبين أن ارتفاعاً سجل في نسب حوادث السرقة والسلب بمعدلات تدعو إلى القلق وتدق جرس الإنذار. وتظهر أرقام قوى الأمن الداخلي اللبناني أن عدد القتلى في الجرائم ارتفع من 109 عام 2019 إلى 193 حتى تشرين الثاني 2020، وعدد السيارات المسروقة ارتفع من 724 عام 2019 إلى 1172 حتى تشرين الثاني 2020. كذلك ارتفع عدد السرقات الموصوفة الموثقة من 1610 عام 2019 إلى 2252 حتى تشرين الثاني 2020، وعدد حوادث السلب غير السيارات من 247 عام 2019 إلى 556 حتى تشرين الثاني 2020. أرقام مرعبة وقصص غريبة عجيبة من مختلف المناطق اللبنانية، والضحية واحدة، المواطن. جارنا هون من بلد التمساح عنده صيدلية، نطروا لسكرت الصيدلية وطلع على بيته، فوتوا على بيته وطرقوا سكينة وظلوا ضاهرين 3-4 سكين من حرام يعني، وسرقوا له مبلغ ما يعادل 2000 دولار. أنا عندي سيارتي واقفة على باب المحل، عندي على باب محلي، أنا تبعد 4 أمتار عن باب محلي. كم شي أسبوع كمان سرقوا موتوسيكلات نيم عندنا من البناية، وعم يسرقوا كمان حتى الحاويات الزبالة تبع البناية كمان سرقوا لنا يعني. بعد السرقات اللي أغلبها هلأ اليوم عم تصير، عم يسرقوا موتيرات المياه، عدا عن التوعول السيارات، المساحات السيارات وبطاريات السيارات. في سرقات عم تاخذ اكثر شيء السيارات، لانه اسهل عليهم السيارات بالليل، وهون عم تلاقي انه ما في امن بالليل. يعني وين يعني العديد لقوى الامن ما قادره، والحرس وين عم يصير كثير سرقات، وعندنا هون فلتين بسلاح مسلحين، حطوا لي سلاح براسي ونزلونا من السياره، ركبوا بالسياره وفلوا. معي سياره هيونداي 2019 مقصتها من الشركه، ورايح اشتغل ببيروت بالالف وبالالفين، بدي اوفي للشركه وبدي اعيش اولادي، وقاموا سلحوني على الطريق الحرميه. انا شو بعمل؟ بدكم ايانا نحمل سلاح؟ لازم النسوان نحمل سلاح ونمشي لحتى نحمي حالنا؟ ما في دوله تحميني. بين سرقة لأجل العوز والجوع، وبين سرقة يقف خلفها مجموعات مدربة، النتيجة واحدة، انحدار وتفلت في مرحلة هي الأسوأ بتاريخ لبنان. من سيحاسب من؟ من يرى؟ من يسمع؟ المسؤولية ليست فقط أمنية، وإنما هي فردية وسياسية بالدرجة الأولى. محمد رحمي، أريش خطار، تلفزيون لبنان.
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عددا من المعايدات من عدد من رؤساء الدول لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، أبرزها من الرئيس السوري بشار الأسد ورئيسة المحكمة الخاصة بلبنان وبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، الذي أمل أن يتمكن البشر اليوم وخاصة أتباع الديانات السماوية من انتهاج طريق السمو والكمال البشري، معربا عن تمنياته في أن يساهم قادة الدول في ضوء جهودهم المشتركة من العمل بجدية أكبر للخروج من الأزمات. لجنة الأشغال العامة والطاقة ناقشت مسألة المناقصات التي أجرتها وزارة الطاقة حول كهرباء لبنان وشكلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في الملف. واخذنا قرار تأليف لجنة تقصي حقائق وفقا للمادة 142 واللي رح يكونوا أعضاء النواب التالي أسمائهم: نزيه نجم رئيس، حكمة ديب مقرر، جهاد الصمد، جوزيف سحاق، حسين الحج حسن، سيزار أبي خليل، فريد هيكل الخازن، فيصل الصايغ، محمد الحجار ومحمد الخواجة. وهذه اللجنة بدها تشوف كل ملف الكهرباء والمناقصات وكل شيء متأتي من هالموضوع. لجنة حقوق الإنسان النيابية أصدرت إعلانها حيال مواجهة خطاب التحريض على الكراهية، وتعهدت بمكافحته والتزام مبادئ الحوار والحرية والعدالة والمساواة بلا تمييز. أولاً، نتعهد بمكافحة خطاب التحريض على الكراهية والفتنة من أي أنواع الخطب أو التواصل الذي نقوم به، أكان خطاباً شفهياً أو مكتوباً أو سلوكاً مجتمعياً. 2. نتعهد بعدم استخدام لغة تحقيرية أو مهينة فيما يتعلق بشخص أو جماعة دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره. 3. نلتزم التركيز على نشر الحوار الإيجابي والبناء والبناء والمفيد والدعم والدفاع عن ضحايا خطاب التحريض على الكراهية والفتنة في التعبير عن معاناتهم ومعالجة جذور وجوهر هذا الخطاب. نشاطات وزارية في هذا التقرير. ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشيل نجار اجتماعا في الوزارة للجنة مندوبي الأجهزة العسكرية والأمنية إضافة إلى مرفأ بيروت لوضع التعليمات العامة للأشغال والخدمات التشغيلية في مرفأ بيروت الواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة. المجتمعون تناولوا بشكل خاص كيفية الأسس الواجب اعتمادها للتعامل مع المواد الخطرة والملتهبة، حيث قدم كل مندوب من كل جهاز تصوره المطلوب للمشكلة وكيفية التعامل مع هذه المواد الخطرة. وكان إجماع على أنه لابد من إيجاد حلول لأربع مسائل أساسية، هي كيفية التعامل مع البضائع الخطرة عند وصولها إلى المرفأ، حل مشكلة بقاء البضائع حيث يجب أن لا تتعدى فترة محددة من الزمن، في حال بقيت البضائع يجب إيجاد حل لتلفها بالسرعة القصوى. زارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الصرح البطريركي في بكركي، حيث قدمت التهاني بالأعياد للبطريرك الماروني وأجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الأمنية في البلاد. كما عقدت الوزيرة عكر اجتماعا في مكتبها في وزارة الدفاع حضره قائد الجيش العماد جوزيف عون، وضم أيضا رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم وشخصيات أمنية. البحث تناول التطورات الأمنية والإجراءات المتخذة خلال فترة الأعياد، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما جرى البحث في السيناريوهات المتعددة التي قدمت بشأن مسألة الدعم. الوزيرة عكر قامت أيضا بجولة ميدانية وتفقدية على أقسام مستشفى الكارنتين الحكومي، وأكدت أن الجولة تأتي في إطار تقييم الوضع الحالي ومتابعة الإصلاحات المطلوبة للمستشفى. افتتح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط مركز خدمة الزبائن الجديد لشركة تاتش في حلبة، لافتا إلى أنه يشكل لفتة أساسية في إشعار المواطن العكري بوجود الدولة بمؤسساتها وخدماتها، ومشددا على مبدأ الإنماء المتوازن.
وقع فجر اليوم حادث سير مروع على أوتوستراد الكارنتينا أمام مبنى غرفة التحكم المروري، حيث صدمت سيارة من نوع مرسيدس بداخلها ثلاث فتيات في العقد الثاني من العمر بشاحنة، ما أدى إلى تحطم مقدمة السيارة وتطاير أجزائها على الفور. قامت وحدة الإسعاف والإنقاذ في فوج إطفاء مدينة بيروت وبالسرعة القصوى بإنقاذ الفتاتين العالقتين داخل السيارة وهما على قيد الحياة، أما الفتاة الثالثة فقد فارقت الحياة، وعلى الفور تم انتشالها جثة هامدة بعد أن قذفتها قوة الحادث إلى خارج السيارة. رئيس جمعية حماية المستهلك يؤكد ضرورة تطبيق الدعم المباشر للعائلات المحتاجة ويطرح الطريقة عبر الفقرة الاقتصادية مع زميلنا ندى الحوت. محتاجين العائلات المحتاجة وفق عددها وفق ناتج العائلة اللي بتنتج شهريا. على أي أساس؟ طب الناتج شو لازم يكون؟ قديش لازم يكون يعني؟ نحن حاطينه بحدود الأربعة، بين الأربعة وخمسة ملايين ليرة ناتج العائلة من أربعة أفراد. فوفق وضع تاني شيء السكن، هل هو ملكة ولا إيجار؟ شو ناتجة؟ أداي بتنتجي شهرية؟ إذا بتنتج هيك ما بنعطيها، إذا بتنتج 4 ملايين ما بنعطيها ولا قرش. وأداي عدد اللي بيشتغلوا منها، يعني بينعمل لوايح وشطور وبناء عليها بيطل لما الدعم بكل شيء بما فيه الخبز. نحن ضد أي نوع من أنواع الدعم العام. ليه؟ أولا بصير يسهل تهريبه والمتجر فيه، وبصير الشطارة من التاجر ومن المستهلك. الشاطر بينهبوا القصة كلها، ما بيوصل للناس الحقيقية محتاجة شيء. وهي اختبرناها، نحن بنعرف السوق، بنعرف الناس. بجولاتنا كلها ثبت بأقصى حد وصل الدعم 10% بس، الباقي كانكم سرقتوا ونهبوا قبل، عبر التاجر الكبير والتاجر المتوسط والتاجر الصغير والمستهلك الشاطر اللي بيبعتوا أولاده يشتروا هون وهون هون. يعني عندنا روايات ما بتنتهي حول هيدي الممارسات. الحل بيكون بالدعم المباشر لكل عائلة، وهذا هو الدعم المعتمد عالميا. اخترعوا بلبنان دعم للتاجر لحتى التاجر يضب ويلف. تاني شيء المهرب. طيب اليوم إذا سعره كان بالسعر مثل ما سعره بالمنطقة للخبز، ما بيعد يتهرب على محل تاني، ولا التاجر اللي بيعود يهربوا لبرا. أعلنت روسيا أنها أرسلت المزيد من أفراد الشرطة العسكرية إلى منطقة عين عيسى التي تقع على الطريق التي تربط مدنا سورية كبرى في شمال سوريا، والتي شهدت اشتباكات بين مسلحين تدعمهم تركيا وقوات كردية. ويأتي ذلك قبل محادثات تعقد في جنوب روسيا ثلاثاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو. ذكرت وسائل إعلام سعودية أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن لجين الهذلول المدافعة البارزة عن حقوق المرأة مدة 5 أعوام و8 أشهر في محاكمة أثارت إدانات دولية. ويشكل الحكم تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي وصف الرياض بأنها منبوذة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. متفاديا إغلاق الحكومة، ترامب يوقع تشريع مساعدات كورونا والإنفاق. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانونا. وعادت هذه الخطوة إلى 14 مليون أمريكي مزايا إعانات البطالة التي فقدوها بعد رفض ترامب توقيع التشريع في بادئ الأمر، وحالت دون إغلاق جانب من أنشطة الحكومة الاتحادية كان سيبدأ الثلاثاء. وتراجع ترامب الذي يترك منصبه في 20 من كانون الثاني المقبل لصالح جو بايدن عن تهديده السابق بعرقلة التشريع الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، بعدما واجه ضغوطا شديدة مارسها عليه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وطالب الرئيس الجمهوري الذي كان يلعب الجولف بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من أثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار، وعقب توقيع التشريع بعيدا عن وسائل الإعلام في ناديه للجولف في
بالم بيتش فلوريدا قال إنه يبعث مع التوقيع رسالة قوية للكونغرس توضح ضرورة إزالة بنود الهدر في الانفاق. أضاف في بيان المزيد من الأموال في الطريق دون أن يقدم ما يدعم كلامه. والتزم مسؤولو البيت الأبيض الصمت إزاء السبب الذي دفع ترامب إلى العدول عن موقفه. ويقضي الأمريكيون موسم عطلات مريرا وسط جائحة أودت بحياة أكثر من 330 ألفا في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الوفيات اليومية الآن أكثر من 3000، وهو أعلى رقم منذ بداية تفشي كوفيد 19. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.